السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أقسام سنة ثالثة ثانوي إعدادي في هذا اللقاء المتجدد. ما زلنا مع درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إيكواسيون دو دوز إيكواسيون دو برومي دوغري أدو زانكوني. الحصة ديال اليوم إن شاء الله تعالى غنخصوها الحل الجبري لنظمة معادلتين. والحل الجبري لنظمة معادلتين فيه طريقتين. الطريقة اللي عندي اليوم هي طريقة التأليف الخطية، هذي غتشوفوا اون فرونسي لا ميثود دو لا كومبينيزون لينيير. اون كومونس سيستيم دو دوز ايكواسيون دو برومي دوغري ا دو زانكوني دو ريزوليسيون الجبريك، العربية الحل الجبري. بروميرمون ميثود دو لا كومبينيزون لينيير، طريقة التأليف الخطية. إكزامبل ريزودغ لو سيستيم سويفون، حل النظمة التالية. وبحال اللي لاحظتوا هاد النظمة هي اللي استنتجناها أو صغناها من المسألة الأولى. إذا إن شاء الله مني غنحلوا هاد النظمة هادي غنوجدوا إن شاء الله تعالى حل المسألة واحد. إذا نتحدث عن طريقة التأليف الخطية. طريقة التأليف الخطية تنحاول إن شاء الله نتخلص من أحد مجهولين. كما تعلمون لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجد مجهولين في آن واحد، وبالتالي فأي طريقة لحل نظمة تعتمد على التخلص أو إقصاء أحد المجهولين بطريقة أو أخرى. إذا طريقة التأليف الخطية إلا لاحظنا هنايا النظمة مكونة من معادلتين، المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. إذا دائما نبحث مثلا أن نتخلص من أحد المجهولين، مثلا نقدروا نتخلصوا من إكس أو نتخلصوا من إيكغري. إذا الهدف ديالنا خصنا في الأول نحددوا الهدف، ما هو المجهول الذي سيتم إقصاؤه. يمكننا نقصيو إكس، يمكننا نقصيو إيكغري. بالنسبة لي أنا الآن غنوريكم كي غنديرو نقصيو إكس، وعند الإنتهاء يمكنك أخذ التجربة الأخرى لإقصاء إيكغريك وحل النظمة بطريقة التأليف الخطية لكن بإقصاء إيكغريك. إذا غنحاول نقصيو إكس. لإقصاء إكس تنحاولو نبحثو على شي طريقة نضربو معادلة إحدى المعادلتين أو هما معا في عدد معين، في عدد مناسب، باش انا ذاك اذا جمعنا المعادلتين طرفا بطرف يتقصى لنا اكس. بمعنى تنحاولوا مثلا نضربوا هذه المعادله الاولى في عدد مناسب والمعادله الثانيه في عدد مناسب، باش منين نحصلوا هنايا في هذا الحد الاول ديال المعادله الاولى والحد الثاني والحد الاول ديال المعادله الثانيه على عددين متقابلين، باش منين نجمعوهم نلقاو العدد صفر. مجموع عددين متقابلين يساوي صفر. إذا خصنا ما هو العدد الذي سنضرب فيه المعادلة الأولى وما هو العدد الذي سنضرب فيه المعادلة الثانية. هو على حسب النظمة. كاين النظمة اللي غنحتاجو نضربو غير معادلة وحدة، وكاين النظمة اللي ضروري نضربهم مثلا في نضرب معادلتين معا. نشوفو هنا نحاولو نجمعو الآن هكذا نجمعو المعادلتين طرفا بطرف هكذا ونشوفو ماذا سيحصل. هنا إذا جمعنا المعادلتين هكذا طرفا بطرف 2x زائد 5x 7x، إذا ما تقصاش لنا x. وهنا 7y زائد ناقص 3y هي 4y، إذا سنحصل على معادلة أخرى لها مجهولة. إذا سنحاول إن شاء الله نضرب مثلا، فكروا معي في أي عدد مثلا نضرب المعادلة الأولى وفي أي عدد نضرب العدد الثاني. نعم نضرب مثلا الأول في 5 ستصبح هنا 10x، نعم، ثم نضرب باقي. وهنا فاش نضربو مثلا المعادلة الثانية في 2، لا إذا ضربنا في 2 ستصبح 10x. طيب إذا نضرب في ناقص 2 كما سترون. نعم نضرب المعادلة الأولى في 5 والثانية في ناقص 2، إذا 5 تصبح هنا
عشر إكس هنا ناقص عشر إكس. إذا نضرب المعادلة الأولى كلها في خمسة، نضرب هذا الطرف الأول في خمسة والطرف الثاني في خمسة، ستصبح عشر إكس زائد خمسة في سبعة إكريك، خمسة وثلاثون إكريك تساوي خمسة في ستة عشر هي ثمانون. وهنايا ستصبح ناقص اثنين في خمسة ناقص عشرة إكس، كما سنلاحظ هكذا. نعم، خمسة في اثنين إكس عشرة إكس، خمسة في سبعة إكريك خمسة وثلاثون إكريك، خمسة في ستة عشر ثمانون. وهنا ناقص اثنين في خمسة إكس ناقص عشرة إكس، ناقص اثنين في ناقص ثلاثة إكريك هي زائد ستة إكريك، وناقص اثنين في ناقص واحد هي اثنين. ثم بعد ذلك سنقوم بجمع المعادلتين طرفا بطرف، طرفا بطرف. هنا هي عشرة إكس ناقص عشرة إكس، نعم هكذا، عشرة إكس ناقص عشرة إكس زائد خمسة وثلاثون إكراك زائد ستة إكراك تساوي ثمانون زائد اثنان، ثمانون زائد اثنان. نعم، بالنسبة لهاتين المعادلتين أعطتنا هذه المعادلة هذه. ونحتفظ بمعادلة الثانية، إما ميمكنش ناخذو، نقدروا ناخذوها له، ولكن ناخذ الصيغة المبسطة، يمكننا نختار أي معادلة من المعادلتين الاثنتين. لماذا؟ لأن هذه المعادلة هنا ستمكننا من حساب Y، وخصنا المعادلة الثانية اللي تمكننا من حساب X. إذا يمكننا نختار المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية، هنا نختار مثلا المعادلة الأولى هكذا. إذا الآن حديث تلاحظوا حصلنا في المعادلة الأولى على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، لأن هنا ما يبقاش X كما سترون. هنا هنايا خمسة وثلاثون إكريك زائد ستة إكريك كم تساوي؟ واحد وأربعون. نعم، خمسة وثلاثون إكريك زائد ستة إكريك هي واحد وأربعون إكريك، وثمانون زائد اثنان هي اثنان وثمانون. والمعادلة الثانية هي هذه. Comme vous voyez, on a simplifié. On a obtenu 41y est égal à 82. Et voilà la deuxième équation. Attends le calcul de y. معادلة الثانية ما زالت في الانتظار. ماذا تنتظر؟ تنتظر حساب y. لأن ملي غنحسبوا y غنعوض به لإيجاد x. نعم. إذا y تساوي 82 على 1 و 40 كما ترى. كم تساوي 82 على 41؟ نعم تخيبها تساوي 2 هكذا. إذن Y إتقال A2. maintenant on remplace Y par 2 dans la deuxième équation. نعوض Y بقيمة 2 في المعادلة الثانية. لماذا؟ لحساب X، لأن Y قمنا بحسابه. On obtient voilà voilà ici on remplace y par 2. On obtient 2x plus 7 fois 2 est égal à 16 est égal à 16. إذن هنا من لقينا y اللي هو 2 عوضنا به في المعادلة الثانية. هاي عندنا 2x هي زائد 7 هي، و y عندنا تساوي 2 عوضنا به هنايا، ولكن زائد 7 في 2 تساوي 16. سينيفي y إيكال 2 فوالا اي 2x فوالا 2x بلس 7 فوا 2 14 إيكال 16. إيسي اون اوبتيان اون إيكواسيون دي برومي دوغري اون انكوني كوبا إيكال 2x 2x إيكال 16 موان 14 وي. Voilà, y est égal à 2 et 2x est égal à 16 moins 14. Oui. Voilà.
voilà deux x, 16 moins 14 à combien égal? Est égal à 2. Donc 2x est égal à 2. Qu'est-ce que signifie? Signifie que x est égal à 2 sur 2. Voilà. Et voilà. Signifie y est égal à 2. Ix est égal 2 sur 2 est égal à 1. Donc on a trouvé que x est égal à 1 et y est égal à 2. On a trouvé le système, que le système 2x plus 7y est égal à 16 et 5x moins 3y est égal à moins 1 signifie x est égal à 1 et y est égal à 2. Donc la solution de ce système est le couple 1 sur 1, 2. Il le couple 1, 2. Et dans le cas, وجدنا أن النظمة هذه تعني أن x يساوي 1 و y يساوي 2. هذا تعني بأن حل هذه النظمة هو الزوج 1 2. هي في الواقع دائما في حل النظمة سؤال كان دائما يقال حل النظمة التالية بإيجاد الزوج x y. دائما خصنا ننتبهوا في الإحداثية الأولى سبقوا x ثم y. نعتبر ضمنيا أن الزوج المبحوث عنه هو زوج x y. هي في الواقع خص يكون مذكور في التمرين أي زوج نبحث عنه، حيث واش الزوج x y أو الزوج y x. ولكن ضمنيا اعتدنا بأنه عادة حينما يقال حلنا النظمة التالية نبحث عن الزوج x y. إذا ردوا البال، ننتبه، نبدأ دائما x هو الإحداثية الأولى و y هو الإحداثية الثانية. إذن حل هذه النظمة هو الزوج 1 2، أو نقول هذه النظمة تقبل حل وحيد هو الزوج 1 2. ردوا بالنا لأن الحلول ديال النظمة هي عبارة عن أزواج، إذن هذه النظمة تقبل حلا وحيدا هو الزوج 1 2. إذا كانت معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد الحلول ديالها هي عبارة عن أعداد، فإن حلول النظمة هي عبارة عن أزواج. إذن هنا ما يمكنش نقوله أن النظمة لها حلين، لا، لها حل وحيد هو الزوج 1 2. فيريفيكاسيون، نقدروا الآن من نلقاو الزوج الحل نتحققوا من النتيجة. ويمكننا نتحققوا كيف؟ بتعويض x ب1 و y ب2 كما فيريفيكاسيون. On peut vérifier qu'on a trouvé la bonne réponse. كنا نتحقق أن وجدنا الجواب الصحيح. تنعوضوا هاي 2 في 1، ولا عوضنا x ب1، وهنا y زائد 7 في 2، y هو 2 تساوي 2 في 1 2 زائد 7 في 2 هي 14، 2 زائد 14 هي 16. وهنا في المعادلة الثانية نعوض أيضا x ب1، 5 في 1 ناقص 3 في 2 تساوي، نحسب 5 في 1 5 ناقص 3 في 2 6، إذا 5 ناقص 6 تساوي ناقص 1. إذا فعلا الزوج 1 2 هو حل هذه النظمة. ولا لاحظتوا أن هذه النظمة هذه كنا صغناها من باستغلال المسألة واحد الآتية. تذكروا معي، وجدنا x 1 و y 2. المسألة هي كالآتي، هي هذه: كان ينام أحمد x ساعات بعد فجر كل يوم، ويقيل أن ينام y ساعات بعد ظهر كل يوم. وكنا في السؤال الأول صغنا النظمة، السؤال الثاني كان ما هي المدة التي ينامها أحمد بعد الفجر، وكنا لقينا دابا واحد. إذن ينام أحمد، المدة التي ينامها أحمد بعد الفجر هي كم؟ هي ساعة واحدة، وجدنا x هي 1. والمدة التي ينامها بعد الظهر هي ساعتين، لأن لقينا y هي 2. نعم، حل المسألة 1، وجدنا x يساوي 1 و y يساوي 2. ثانيا، المدة التي ينامها أحمد بعد فجر كل يوم هي ساعة واحدة، وينام ساعتين بعد ظهر كل يوم. الآن ندوز المسألة الثانية. problème 2. La somme de deux nombres est égale à 77. La différence de leur double est égale à 54. Quels sont ces deux nombres? إذن
الترجمة ديال المسألة، مجموع عددين يساوي 77 وفرق مربعيهما يساوي وفرق ضعفيهما يساوي 54. ما هما هذين العددين؟ كنطلبت منكم باش تقوموا بصياغة النظمة، نتمنى تكونوا صغتوها. إلى صغتوها تابعوا معنا الحل، هو كالآتي: On met le problème en système d'équation. إذا نقوم بتوريد هذه المسألة عبر نظمة معادلتين. دابور اون شوازي لي زانكوني، نختار المجهولين. سوا اكس لو بلي غران دو سي دو نومبر اي ايغريك لو بلي بوتي، ليكون اكس هو العدد الاكبر و ايغريك هو العدد الاصغر. بوي اون اكسبريم لي زانفورماسيون دوني دون لي لونسي اون فونكسيون دو اكس اي ايغريك. ومن بعد نعم نصوغ المعطيات ديال المسألة اللي جات في النص بواسطة المجهولين، نعبر عن المعلومات والشروط اللي جات في المسألة بدلالة X و Y. أونوتيان فنجد، حنا قالوا لنا لا صوم دو دو نومبر إتيكال 77، إذا المجموع ديال العددين هو 77، هي X بلس Y إيكال 77. وفرق ضعفيهما لو دوبل ديال اكس هو 2x، ولو دوبل دو ايغريك سي 2y، دونك 2x موان 2y ايغال 54. انسويت نو ريزولفون لو سيستيم اوبتوني اون اتيليزون لا ميثود دو لا كومبينيزون لينيير، اون تروف x ايغال 52 اي ايغال 25. ومن بعد ان شاء الله نحل المعادلة بطريقة تأليف الخطية اللي شفناها، وعنوجدو إكس تساوي 52 و إيكغيك تساوي 25. إذا هنايا حاولت نعطيكم عير الحلول باش نتيح لكم فرصة في لتطبيق طريقة التأليف الخطية. حاولوا إن شاء الله تقصيو إكس بطريقة، ثم إلا نجحتوا في إيجاد الحلين إكس و إيكغي، حاولوا أيضا عاوتاني تقصيو إيكغي في التدريب على طريقة التأليف الخطية. أونفان لي دو نومبر دوموندي 152 و 25، العددين المطلوبين هو هما 52 و 25. أون بو فيغ إن فيغيفيكاسيون، يمكن لكم ديروا تحقق بحال اللي درناه في النظمة السابقة، نعوضوا إكس ب 52 و إيكغيك ب 25، وسنجد أن الندمة محققة وأن شرط المسألة محقق. رومارك، لا سوليسيون دو سيستيم X بلس إيكغيك إيكال 77 إي 2X موان 2Y إيكال 54 إي لو كوبل 52 25. إذا حل هذه الندمة هو الزوج 52 25. ملي تيكون مطلوب منا حل المسألة تلقاو إكس و إيكغيك صافي تنجاوبو على على المسألة، وملي تيكون مطلوب منا حل النظمة خصنا نعطيو في الأخر لا سوليسيون، يعني إلا كانت بالعربية نقول حل النظمة التالية هو الزوج كذا، وإن كانت بالفرنسية تنقول لا سوليسيون دو سيستيم إي لو كوبل. فوالا المسألة الأخيرة هي المسألة الثالثة: يملك سعيد عددا من الديكة والأرانب يبلغ عددها مجتمعة 30، إذا علمت أن مجموع أرجل الديكة والأرانب معا يساوي 86، فما هو عدد الديكة وما هو عدد الأرانب؟ أيضا هنا تنصيغ المسألة، نحولها إلى نظمة. إذا خدينا إكس هو عدد الديكة وإيكغيك هو عدد الأرانب، ألقاو بما أن المجموع ديالهم 30 يعني إكس زائد إيكغيك تساوي 30، ومجموع أرجل الديكة والأرانب معا يساوي 86، الأرجل جميع الأرجل ديال الديكة والأرانب 86. إذا كان عدد الديكة هو إكس، عدد الأرجل ديالهم هو 2X لأن كل ديك له رجلين، وعدد الأرانب إذا كان عدد الأرانب هو إيكغيك وكل أرنب لها
أربعة أرجل، إذن عدد أرجل الأرانب هو أربعة إجريك، إذن على القاف 2 إكس زائد 4 إجريك تساوي 86، فنحصل على هذه النظمة. نعم، حل المسألة الثالثة، نقوم بتطريد المسألة عبر اختيار المجهولين وصياغة النظمة ليكون إكس هو عدد ديكا وإجريك عدد الأرانب. باستعمال معطيات المسألة نحصل على النظمة، هي المذكورة. نحل هذه النظمة باستعمال طريقة التأليف الخطية، فنجد x تساوي 17 و y تساوي 13. حاول فعل ذلك تماما كما أنجزنا سابقا، حاول أن تقصي x بضرب، هنا ربما ستحتاج لضرب المعادلة الأولى فقط في عدد مناسب. نعم، وأخيرا الجواب ديال المسألة، يملك سعيد 17 ديكا و 13 أرنبا. يمكن التحقق من ذلك بطريقتك الخاصة. ملاحظة، حل النظمة x زائد y تساوي 30 و 2 x زائد 4 y تساوي 86 هو الزوج 17 13. لاحظوا، بدأنا بإحداثية الأولى هي x، إحداثية الثانية هي إجريك. في آخر حصة نعطيكم تمرين. إكزيرسيس بروبوزي ريزودر لي سيستيم سويفون اون يوتيليزون لا ميثود دو لا كومبينيزون لينيير. 1. لو بروميي سيستيم X بليس إيغال 77، 2X موان 2Z إيغال 54. فوالا، إي فوالا le deuxième système et le troisième. إذا نتمنى إن شاء الله تعالى تجتهدوا في حل هذه النظمات بطريقة التأليف الخطية، ويمكنكم إعادة الفيديو الخاص بشرح طريقة التأليف الخطية لإنجاز هذه النظمات. الحصة المقبلة إن شاء الله نحاول نحل هذه النظمات أو بعضا منها بطريقة أخرى سنتحدث عنها لاحقا، اللي هي طريقة التعويض، كما سنعتمد عليها إن شاء الله في الحصة المقبلة. المطلوب منكم أنتم تجتهدوا باش تطبقوا هنا لا ميثود دو لا كومبينيزون لينيير، وإن شاء الله في الحصة المقبلة نشوفوا طريقة ثانية. وإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.